أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَهُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على متكعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. قولا من رب رحيم. وانتظر اليوم أيها المجرمون. آمنت بالله صدقا الله العظيم.